السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بما أنه إحنا حنصمم مواقع باستخدام الـ PHP وباستخدام قواعد البيانات اللي هو الـ MySQL، لازم نعرف أنه أيضا في طريقة أخرى، مثل ما يكون أنه إحنا ننفذ الكوماندات داخل الـ MySQL عن طريق الـ PHP، أيضا الـ MySQL عنده أوامر خطرة جدا. من هاي الأوامر ممكن أنا أحذف أو أعمل drop، يعني ممكن أقول drop، لاحظ database employees، أنا ممكن أحذف database، صح؟ هذا الكود لو أنا أجيت عملت copy، طبعا لا تجربها لا تجربها، وعملت paste مثلا في your department، اوكي في هذا المكان جيت عملت بيست، هذا حيتم ارسالها الى من؟ الى SQL. هذا وحدها مصيبه، هذا وحدها ممكن يوقع الداتابيز، او مش شرط الداتابيز، ممكن يعمل لك دروب لل table employee، وحيمسح عندنا كل التيبل. هذا ممكن ايضا اضافتها، هذا ممكن انا ايضا اعمل كوبي واجي مثلا هون أضع شو بهذا الشكل، أوكي كنترول زد، عفوا أجي هذا كنترول سي بهذا الشكل، لأنه أنا اليوم هذا حيحذف الجدول الامبلوي بكامل معلوماته. ليه؟ لأنه إحنا اليوم لما نجي ننشر صفحاتنا على الإنترنت بالبي إتش بي، انت واثق من نفسك بس مش واثق في الناس. الناس ممكن انه تقوم بادخال كودات للماي اس كيو ال. احنا نعرف انه في شيء اسمه اد سلاشز، في عندنا انواع واشكال كثيره من الطرق اللي ممكن عن طريق البي اتش بي نتفادى من عندها، واخذنا هذا الشيء بالدروس بالدورة البي اتش بي، احنا شرحنا كيف انه نحول اي كود يضعها المستخدم نحولها الى سترينج واشياء غير مفهومه. بس لكن نفس الوقت الماي اس كيو ال البي اتش بي بيتعامل مع الماي اس كيو ال على اساس سترينج، يعني اي شيء بيرسل الماي اس كيو ال بيعتمدها سترينج، فانا ممكن ايضا اضع سترينج واعمل دروب او اسقط الجدول بالكامل، احذف الجدول بالكامل. يعني انت لاحظ في الماي اس كيو ال ايضا عندك مجموعه كودات لو انت ارسلتها للماي اس كيو ال حيمسح، لان هذا امر جاي من بي اتش بي، وانت تعرف مش شرط اي شخص يجي يدخل على موقعنا ممكن يكون نيته سليمة، ممكن انه يسقط الداتابيز بالكامل. هنا بيجي شيء شغل احد الفانكشنز اللي موجودة في ال PHP اللي هي مختصة لحماية ال MySQL، اللي هو RealScape String. RealScape String الفكرة من عنده انه راح ياخذ هذه ال Special Characters اللي موجودة في String اللي يتم استخدامها لل SQL Statement، أخذ بنظر الاعتبار الحالات الشار سيت للكونكشن. طريقة استخدامها جدا سهلة، مجرد أنه أنت تكتب string mysql real time escape string، وتكتب هنا الكونكشن، تضع هنا الكون اللي احنا كنا عاملينه الكونكشن، وتضع هنا string اللي أنت بدك تهرب من عنده. طبعا هذا مش بس تم عملها حتى يحميك من حالات التدمير mysql، هذا الموضوع احنا بنسميه شو؟ بنسميه بالـ SQL Injection. في حالات اختراق كثيرة تحصل في المواقع، لكن أقوى حالات الاختراق اللي تصير هي الـ SQL Injection. فالـ SQL Injection جدا خطر، جدا خطر، لازم احنا نخليها في بالنا. صح احنا نعمل حمايات في الـ PHP، لكن أيضا هذا الفانكشن يساعدنا في أنه يفهم الكود اللي ترسله أنت الـ MySQL. إذا كان خطر ممكن أنه هو يعزلها ويحولها لسترينج اعتيادية، لنص اعتيادي يتتفادى المشاكل. طيب كيف نستخدمها؟ بسيط جدا، مجرد أنه أنت تجي تستخدمها، لاحظ من اسمه escape string، بمعنى يتم استخدامها مع مين؟ أكيد مع string. نجي هنا في حالة الانسرت، احنا عندنا بيانات، ادخال البيانات هي صعبة جدا، هنا في ادخال البيانات يعني خطرة جدا، اوكي في ادخال البيانات نجي على الاشياء اللي بنقوم بادخالها، النيم والديبارتمنت، نجي نعمل نسختين من هذا اسفلهم، السالري يحتاج؟ لا،
لان هو اصلا سترينج صح، هو اصلا سترينج. ممكن ناخذ هذا نعمله كوبي نجي هون لحظة. اليور نيم حسميها يور نيم 2 مثلا، ديبارتمنت يور ديبارتمنت 2 مثلا، واجي شامل اضع هذه الدالة واجي قوسين، وايضا هون هذه الدالة قوسين. خلاص في داخلهم لازم اثنين باراميتر. الباراميتر الاول هو الكونكشن، هاخذ الكونكشن من هون او من هون، اضع الكونكشن، اضع الكونكشن، هذا اول باراميتر. الباراميتر الثاني هو السترينج اللي انت خايف منه، اللي مشكوك في امره، اللي هو اول واحد your name والثاني واحد your department. بك حالة تجي للأسفل عندك your name 2 your department 2 خلاص. وفي طريقة أخرى ممكن تتعملها، ممكن فقط عمل your name your department فقط. شو اللي صار؟ تذكرون في الـ PHP لما كنا نعمل متغير ونضعها بقيمة في الأسفل، نفس المتغير ممكن نفسها نضعها ونضع قيمة أخرى حياخذ القيمة الثانية، لأن هذا هو شو؟ هذا هو الـ PHP. PHP Scripting Language ليست Programming Language. Scripting Language يجي يقراها سطر سطر، أوكي؟ هنا بيشوف أنه الـ Your Name Test 2، هنا بيشوف لا الـ Your Name تم تغييرها، فعادي ممكن تاخذ هذا المتغير وتحط نفس المتغير السابق. فش راح يعمل الـ PHP ذكي، حيعرف انه هذا متغير قديم حياخذ هذا ويضعه مكانه، وهذا يعتبر متغير جديد حياخذ هذا ويضعها في الداتابيس. ممكن اتباعها بهذا الشكل ايضا، اوكي؟ فانت حر عادي جدا، مش شرط الا تسميها باسم اخر، ممكن تبقيها نفس الاسم، لان الـ PHP لما يقرا حيقول هذا test 2، بعد ذلك يجي يقرا department، بعد ذلك لما يقرا هذا يقول ايضا your name يعني نفس الاسم، يقول اوكي تم تغيير الـ your name على انه اضيف له MySQL I real escape string. خلونا نجي هنا نضيف مثلا تيست 3 ونحول هذا الى بدل جافا نحولها الى PHP developer بسالري 3000. نعمل هنا سيف، نجي على الانسرت ريفرش. لاحظ صار عندي تيست 3 PHP developer، لاحظ 3000 اصبحت داخل string. انتبه هذا عدنا غلط، ليه؟ هنا وضعنا له لازم نمسحها. اوكي هنا نحن بنعمل له ايكو، هذا مش محتاجه، هذا محتاجينه بهذا الشكل. عملية insert اضف الى ذلك، ممكن اضيف له شو؟ ممكن اضيف له ايضا الكونكشن صح، هذا ايضا اضيفه للانسرت بهذا الشكل. تمام عندك مشكلة؟ لا، اعمل سيف، تعال هنا أنا. اعمل refresh new record created successfully. ارجع للداتابيز browse، انزل للأسفل 12 تيست 3 PHP developer والراتب 3000. تمام نشهد الفكرة، بهيك حالة انا حميت MySQL. ليس هذا فقط، اضف الى ذلك ممكن انه انت اليوم تجي عملت string معين مثلا، جيت حطيت مثلا فليكن السترينج كان من هذا النوع مثلا comment، اوكي مش شرط اللي your name، مثلا هو قام بإضافة بهذا الشكل this is محمد، اوكي محمد's، لاحظ car، هذه سيارة محمد. لاحظ هذا في عندك شو؟ في عندك علامة تنصيص واحدة، هذه العلامة التنصيص أيضا حيعمل لك مشكل، حيعمل لك مشكل كبير في داخل الـ SQL إذا وضعتها بالطريقة الاعتيادية. لازم تستخدم مع MySQLi Real Escaping String حتى لما يجي يقراها يقول هذا ليست نهاية، لأن هذا لو دخلت في داخل الـ MySQL حيعمل لك مشكلة، حيقول لك أوكي هذا جملة أخرى، أوكي حيقول لك This is محمد، حياخذ فقط This is محمد وحيهمل بعد الاس، والكار ايضا حيهملها. هذه الحاله ممكن تواجهك ايضا، اللي هو واحد بيكتب مثلا محمد's car، اوكي اس التملك. نعمل هنا السيف، نجي هنا نعمل ريفرش نيو ريكورد سكسسفلي، نجي نعمل براوز، ننزل للاسفل، لاحظ this is محمد's، تلاحظ التنصيص ايضا تم ادخالها،
رائع جدا هذا الفانكشن، رائع جدا هذا الفانكشن اللي هو MySQL Real Escape String، جدا رائع. أتمنى تكون الفكرة كانت واضحة لكم. طبعا لهنا احنا هنتوقف وحننتقل للمرحلة الأخرى، المرحلة الأخرى اللي هي عملية بناء إدارة محتوى، أوكي؟ مثل الووردبريس، أوكي؟ مثل الووردبريس، كيف إنه أنت تعمل بيجات في داخله أوتوماتيكياً وحقول هذه الأشياء، حنعمل موقع جميل جداً. إن شاء الله تكون الفكرة كانت واضحة في عملية إدخال وإخراج وريد والأشياء الضرورية. انتبه على أشياء السكيورتي أيضاً مهمة جداً، حتى تحمي قواعد البيانات وتستخدم البي إتش بي بطريقة ممتازة. كثير من الناس وكثير من المبرمجين بيقولك سكيورتي قليلة أو هذا الشيء، يعتمد على المبرمج نفسه. أخطائك أنت مش معناته أنه هذا اللغة غير جيدة. يعني اليوم كثير مثلاً لاحظ أنه يقولك بي إتش بي مش جيد أو في بايثون مش جيد أو جافا وغيره وغيره. أخطائك أنت، لا تلوم لغات البرمجة، دائما ركز على الأشياء السكيورتي أيضا في داخل موقعك. لهنا احنا نوصل لنهاية الدرس، نلتقي معكم إن شاء الله بالدروس القادمة. مع السلامة.